السلام عليكم، مرحبا بكم، نورتي نورتو قناتي قصص نينا. نقولكم اهلا وسهلا بكم يا اروع واجمل نحولات في هذه الدنيا. نحبكم بزاف ونموت عليكم. اليوم راح نكملوا القصه تاعنا تاع ايهم ونصيبه الجزء الثاني. ان شاء الله تعجبكم القصه من البنات، وتخلوا لي في الكومنتار اذا عجبتكم ولا لا، واش رايكم في القصه الجزائريه هذه وحقيقيه 100%. راح نبداو القصه تاعنا، وما تنساوش تصلوا وتسلموا على خير المرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ونبداو القصه تاعنا. وتقول نصيبه بعد 6 شهور من زواج ايهم رجعت لحياتي الطبيعيه، بكيت في قلبي بصح ما نسيتوش، ولكن تاقلمت او بالاحرى اجبرت على التاقلم لانه ما كانش عندي حل اخر، ولكن الف سؤال وسؤال في راسي ما لقيت لهم الجواب. علاش خلاني؟ اسكو صح حبني ولا عقب بيا الوقت برك؟ وصغنيتي وقتها كان معول يقول لي انه خطب، ومثلا كان سمعت شنو بالحكايه صفه من عند ساره، اسكو كان راح يقول لي باللي خطب ولا راح يكذب عليا كش كذبه. كل يوم هكا نبدا نخمم انا ونحاول نجاوب روحي باجوبه، بصح جامي قدرت نقنع روحي باش ننساه. هذه 10 5 سنين يقولها غير الفم، 5 سنين معاناة واحلام وتخطيط وتعلق، والفراق جا صدفه. فوت 6 شهور هذه وانا نذبل كل ورده، ما نهدر الا اذا سقساوني، ما ناكل كل عباد، ما نضحك كل عباد، خلاص ذبلت خلاص. صح حكمتني لانيمي حاده وضعف كبير، انا نصيبه اللي كنت ندير الضحك والتمسخير في دارنا، ولت اكثر وحده نكاديه، وصلت حتى للطبيبه النفسانيه، واحد ما سمع بيا من عائلتي، حتى اختي الناس كامل تخلعوا فيا. ماما تسقسي وش بيك، خويا يقول لي وش بها بنتي. سلوى وصلت تبكي تقول لي نوسة غير ارجعي كيما كنتي، توحشت ضحكتك. وطبعا في هذه 6 شهور ما شفتوش خلاص نهائيا، وانا اللي ما سمحتش لروحي باش نشوفه، وليت نبدل في الطريق غير باش ما نطيحش فيه. سمعت به جال دارهم مره، ما حبيتش نروح نخدم، ما عرفتش علاه، بصح هذا واش كان يقول لي قلبي. حتى واحد الليله خممت مع روحي انا وعلاش نتخبى ونخاف هكا، حابه يعني نشوفه ونشوف روحي كيفاش كي نشوفه واش يصرالي، زعما راح تتحرك المشاعر تاعي، واش من مشاعره هو دمرني ودمر لي حياتي خلاص، ولا خايفه يعطيني تبرير ما يليقش خلاص بالموقف هذا، وخايفه بزاف منه وخايفه نشوفه معاها. تخلطت عليا خلاص. اليوم نضت انا دوشت صليت وجدت روحي وخرجت مع ساره للخدمه، خدمت خلصت وجيت مروحه، ساره فت عليها راجلها داها باش تخير الشومبره تاعها، وانا كملت وحدي خاطر سلوى ما تخدمش. وصلت نص الطريق بعد درت الكوراج ووليت رجعت انا باش نفوت منين دارهم، واصلا هذيك هي الطريق الاصليه تاعي اللي مالفا نعدي منها، غير بدلتها باش ما نشوفوش برك. ودركا بصح تبدل كلش، عديت من تما غير وصلت منين دارنا ضربت عيني شفت طوموبيلته هكاك، وخرج هو ركب ديركت وراح، ما شافنيش اللحظه هذيك تدمر كلش، ومحاولاتي البائسه للنسيان كامل طاحت في الماء. للحظة هذيك ضعفت وتوحشت، دخلت للدار مدمرة، رحت الشمبرة تاعي ورميت روحي على بلاصتي نبكي خلاص، توحشت وتوحشت ايامتي معاه، ضعفت ونسيت انه راني ماشية في طريق غلط وغلط بزاف بزاف، وبالك حتى ربي راهو يعذب فيا هكا باش يخلف لي ويخفف لي ذنبي. دخلت سلوى عليا هكاك قالت لي نوسة نوضي كش ما تاكلي، قلت لها لا لا سلوى روحي برك مانيش قادرة. قالت لي وش بك انتي يا نوسة، حقا سارة ويني لا ما جاتش معاك؟ قلت لها والو سلوى عيانة وقيل. وسارة فات عليها جواب باش تخير المابل من ثم خرجت، وانا بقيت نبكي حتى غفيت. نظت انا على صوت ولاد خويا يلعبوا، رحت غسلت وجهي ومشط شعري ودخلت لقيت مرت خويا وولادها، رحت للكوزينه لقيت سارة دير في القهوه، بديت نوجد معاها. قالت لي نوسة وش بيه؟ قلت لها علاه؟ قالت لي كيفها علاه؟ شوفي حالتك عينك حموره وجهك ذبلان، كنتي تبكي وقيله. قلت لها ساره راني شفته. قالت لي شفتيه؟ شكون اللي شفتيه هذا؟ قلت لها ايهم ساره ايهم. قالت لي اخاه وين شفتيه هذا؟ واش قلق؟ قلت لها لا لا ما شافنيش، هو خرج طول ركب في طوموبيلته وراح. قالت لي هي هو من بعدا. قلت لها كيف هو من بعدا؟ راني نقول لك 6 شهور اليوم برك وين شفته. قالت لي نصيبه الراجل تزوج ومشي بعيد هكا عليه، راه بمرتو هكا، ومرتو دوكا تكون راها تتوحم وراه هاني معاها، وانتي راكي تقتلي في روحك هنايا.
قلت لها انتوما حابين تهبلوني ياك؟ متفاهمين على راسي ولا واش؟ حابين تهبلوني؟ اللحظه حكمتني هستيريا، حسيتهم مستخفين بمشاعري وجرحتني كلمه تتوهم على بالي بهذا الشيء، بصح ما نحبش اللي فكرني به. جات سلوى ووردة مرت عمي، قفلوا الباب. جات ليا مرت عمي حكمتني، لقاتني نبكي، قالت لي وش بك ميمة؟ قلت لها شوفي بنتك تحوس تهبلني، انا راني نتحرق وهي تقول لي فيها نورمال. دارت البنتها قالت لها وش درتي لها سارة؟ قالت لها والله يا ماما والو، ما درت لها والو، كنا نحكي وحتى لقيتها نفضت تعيط. دارت ليا وش بك ميمة؟ احكي لي وش دارت لك ولا غير اليوم نهارها؟ قلت لها انا والو، ما درت لي والو، بصح على وجه ربي حسوا بالعبد شويه، خاطر القلب لحمه وفوق وكيا وراه يوجع عليا، خلاص كرهت انا وخرجت. بقيت في بيتي، جات ماما قالت لي انتي اخرجي مع مرت خوك قاعده وحدها، عيب تقعد وحدها. نص انا قعدت معها شويه، وجا خويا داهم وروح. العشيه تعشينا، صرت لما عنانا ورحت الشومبره تاعي، لقيت سلوى قالت لي وش بيك قبيله هبلتي ولا؟ قلت لها سلوى غلستي ياك، راني حاكمه روحي عليكم، ملا فكوني. قالت لي راني خاطيتك، بصح نقول لك حاجه وحده تفيقك برك، فيق يا بريق، النار اللي تحتك هو راهو تزوج ومهني، وانت يا اقعدي اندبي هنا. غطيت راسي وبديت نخمم انا، صح وليت ما نتعاشش، اللي يهدر معايا ياكلو. صباح صبحت عند الطبيبه النفسيه تاعي، حكيت لها، بدات تسقسي فيا هكا، قالت لي تحبيها؟ قلت لها ما نعرف. قالت لي لا لا لازم تعرفي. قلت لها انا ايهم حبيته صح من قلبي، بصح الضربه اللي دارها لي خلتني مجروحه. قالت لي يعني نفهم من كلامك ما زلت تحبيه، جست مجروحه منه برك. قلت لها لا لا. قالت لي شوفي هو درك تزوج وانتي لازم تكملي حياتك، باسكو انتي اللي راح تخسري ماشي هو. اليوم العقود تاع اختي راحت هي وانا وماما وخويا، عقدت كي خلصت لقينا مالين راجلها، داروا لنا غدا، قالوا لنا جيبوا عائلتكم وارواحوا. رحنا وزدت جات ساره ومرت عمي. المهم اللي دخلنا واحد المراه تشوف معايا شويه هكا، وجات قعدت حدايا، قالت لي ايبي الله يبارك عليك واش اسمك؟ قلت لها نسيبه. قالت لي ماشي انت يا اخت سلوى؟ قلت لها ايه انا هي. قالت لي الله يبارك في زوج شابات. قلت لها الله يسلمك. قالت لي شحال في عمرك؟ قلت لها 26. قالت لي الله يبارك. نط راحت هكا، دات ماما حكاوه هكذا، دارت لي مرت عمي، قالت لي وقيلا عجبتيها شويه هكا، وشفتها جات هي وماما قعدوا حدايا. قالت لي شوفي بنتي انا راكي عجبتيني وحابه نخطبك، وراني حكيت مع ماماك انا حشمتها بطراسي. قالت لي على بالي حشمتي، شوفي درك نقول لك المعلومات كامل. اسمه وليد، عمره 30 سنه، يخدم جدارمي بدارو وطوموبيلته وكلش، يعني تعيشي الحمد لله يا ربي، ما يخصك والو باذن الله. نطقت مرت عمي، قالت لها اواه لازم تشوفه، وكيف هذا؟ المهم سارة كانت تشوف لي يجي حتى خرج من خشمها بالضحك، وانا وماما وجوهنا حمارو. مرت عمي هذه كعبة وحدة تحكي لك في وجهك، تغشش ولا اقعد؟ قلت لها هي حقها وحقه، نديرو نهار نجو نشوفو. ودارت الماما قالت لها اعطيني النيميرو تاع ولدك، عطات لها ماما النيميرو تاع خويا. انا الفشلة حاكمتني، واش راهم يهضروا هادو؟ كيف نتزوج هذا؟ انا قلبي مازال مع الاخر وجرحي ما براش، وهم يحوسوا يزوجوني، حابين يقتلوني هادو ولا كيفاش؟ شويه هكا وخرجنا حتى نلقى الوقت لي شوفي شوفي ها هو وليد. قلت لها شكون وليد هذا؟ قالت لي اللي خطبك. قلت لها ما خطبني ما والو، واش راكي تهضري هذا؟ قالت لي شوفي وبلعي كي نوصلوا نتفاهموا فيها هذه. ضربت عينينا لقيته واقف مع سفيان، راجل اختي هذه الله يبارك. غير شفت فيه تخلعت انا، الطويل جاي قرونطاي جسمه متناسق، كي شافنا راجل اختي جعدنا هو وياه. قال لي سفيان نصيب اختي واش راكي؟ قلت له الحمد لله. هو تبسم معنا وراح دخل للدار، وراجل اختي وقف معنا حتى جا خويا ركبنا. وحنا في الطريق هكا قالت له ماما اليوم خطبوني في نصيبه. قالها اوا شكون هذو؟ قالت له وليد عم سفيان، اليوم شفتها مو خطبتني فيها. شاف معايا خويا في المرايه، قال لي واش رايك نسا؟ انا حشمت خلاص وقلقت وجهي
من الحماريه هذيك ولا طماطيشه. اضحك قال لي خلاص خلاص فهمت، وكمل لي السوق. وصلنا للدار، دخلت انا بدلت قشي وخرجت لقيتهم في الصالو. غير دخلت عليهم قالت مرت عمي ها هي جات العروسه. قلت لها واش وريده انتي خليتي لي عقدت اليوم ودرتي لي انايا؟ قالت لي هاكي قلتي عقدت يعني تزوجت، بقى العرس برك وتروح لراجلها ودركا دالتك انتيا. قعدت انا شويه، دخل مروان قال الماما راني هدرت مع الناس وقالوا لي الجمعه يجوا يديروا الشوفه. خرجت انا ديركت وخرجت ورايا مرت عمي. دخلت للبيت لقيت حاجه ورايا، دخلت وقفلت الباب. قالت لي اقعدي قابليني تشوفي. قلت لها واش بك وريده؟ قالت لي شوفي اليوم يسموك تهضري، واش بك علاه راكي مبدله هكا؟ قلت لها كيفاش مبدله راني نورمال عيانه برك. قالت لي هذه الهضره بلا عطي بها غيري، بصح ماشي انا راني مربياتك ونعرفك كيما ساره، مالا انطقي واش بك؟ قلت لها شوفي وريده انت تعرفيني شحال نحبك بزاف وراني حابه نحكي لك سيريو وسيرتو انتيا، راني محتاجه رايك وواحد وراي واحد كبير يعني وفاهم. قالت لي احكي مي ما راني هنا ولا غيركي كيما ساره. قلت لها بصح ولا غير حشمانه من منين نبدا لك ولا واش نقول لك مانيش قادره نهضر. قالت لي تحشمي من وريده من وقتاش هذا؟ احكي برك احسبيني ساره وسلوى. قلت لها شوفي وريده انا من قبل 5 سنين على بالك باللي كنت نقرا في الجامعه، اي بالصدفه جارنا اللي يسكنوا مقابلنا كان يخدم تما. قالت لي شكون هذا؟ قلت لها وليد فلان. قالت لي شكون ها؟ قالت لي خو جواده راجل ساره اللي اسمه ايهما. قلت لها ايه. قالت لي هيه كملي. قلت لها تعرفت عليه بشويه هكا وليت نحبه، وكان دائما يسقسي عليا هكا ويقول لي ناوي الحلال واصبري عليا نجي نخطبك وهكا. وانا كنت نامن وحتى كي كان يحبس الخدمه وهكذا نعاونو ما يحبش يحكمهم بصح نمدهم له. ودركا في العامين الاخرين هذوك تبدل عليا خلاص، وليت كنا ما نعيطش انا ما يعيطش هو، ونحسو اللي كيدي فيا كل مره واش يقول لي راني عندي خدمه وهكا وهكا. ودركا راهو تزوج كيما تعرفي من تما وانا مكويه ما خلاص ما فهمتش واش ندير. امنيني كل ما عرفتش بالصدفه من ساره ما نسمعش خلاص حتى لاخر لحظه، وبديت نبكي انا ونشهق. قلت له في الاخير تزوجها وخلاني وما كفاش هذا بكل، زاد حضرني عرسو وكي سقسيتو علاه قال لي عقليتك وعقليتي ماشي كيف كيف، وما قدرتش نكمل بديت نبكي انا. حضنتني وقالت لي يمي ما هذا كامل في قلبك ومخبياتو. قلت لها اسمحي لي وريده بصح ماشي بيدي، على بالي بغلطتي ولا غير بصح ما قدرتش خلاص حبيت والله غالب، بصح اول ما تزوج ومرتو دوكا راهي تحت جناحه ودوكا وانا راني حرق هكا كل يوم اكثر واكثر. قالت لي شوفي هميمة كيما قلتي راكي غلطتي والله غالب، درك المهم ربي سترك وعرفتي حقيقته. ايماجيني كن تزوجك وطلقك ماشي تولي مطلقه على صغر سنك. قولي الحمد لله والله غي امنيني جامي خليتو يمسني حتى غلطه هكا مكاش. قالت لي على بالي ميمة على بالي تربيتي ونعرفك بصح، شوفي درك انسيها خلاص خلاص ولازم تنحيه من راسك. قلت لي ارتاحي شوية بعد الكلام مرت عمي وعرفت انه صح اللي يحبني يقصد الدار ولعل فيها خير. اليوم الشوفة تاعي انايا فلزنا الدار وخدمنا قاطوات هكا، صباح دوش وجبت صاحبتي حفافة استيكاتني هكا مليح، جبت شعري لميتو لما سابل خاطر شعري طويل الله يبارك، وسخانه ودرت مكياج خفيف هكا ولبست روبه تاع دار صفراء سامبل حتى هي يعني بالمفيده ما بلغت ما والو، يعني درت كل حاجه سامبل اصلا مانيش حاسه بحتى احساس، ماني عاده ماني فرحانه ماني زعفانه. وصل الوقت شويه هكا طبطبو، راحت ماما ومرت عمي هكا وسلوى يستقبلوهم شويه، وجات ساره تكورش فيا. الحق ما كنت حاسه بوالو بصح كي جا وخفت شويه. وجات سلوى قالت لي هيا، رحت انا دخلت سنيوه تاع القهوه ودخلت سلمت عليهم لقيتهم جاوا مو واختو الكبيره متزوجه وزوج عماته وخالاته اصلا عنده وحده برك. قعدت معاهم
امه وقالت لي اروحي اقعدي حدايا، ايا نوض بقات تحكي معايا حتى جا خويا قالنا حطوا خماراتكم راهو داخل. حطيت انا خمار، دخل هو ومروان، كي شفتو هكا ما تفاجئتش خاطر شفتو من قبل في عقود سلوى. دخل لح السلام وقعد حكى شويه هكا مع ماما لاباس لاباس، ومن بعدها دار ليا قال لي واش حوالك نصيبه؟ قلت له لاباس الحمد لله. وانت؟ قال لي الحمد لله. ايه نورمال، مو تعرفيني بلا ما نعرف روحي؟ قلت له هيه. قال لي مالا ندخلوا في المفيد، انا اول شرط ليا الخدمه، مادامني نقدر نوفر لك واش تحبيه ما تخدميش، سينو ما عندي ما نقول. الله يبارك، وانتيا كاش ما عندك شروط؟ قلت له نشرط غير لهنا، هنيني برك هذا مكان. انطق نطقت امه قالت لي واش قابله بنتي؟ قلت لها قابله. قالت له وانت وليد راك قابل؟ قالها انا من عندي ما عندي ما نقول فيها، راني قابل. قالت له ما لا نجيبو نهار كذا ونديرو الخاتم ونقراو الفاتحه شويه، عطاني حق الشوفه هكذا وراح. نهار الخطبه نوضت بكري انا، وطبعا نهار الشوفه وانا نوجد ماسكات وتقشيرات للبشره وهكذا وترطيب وتحرقيس وهكا كامل درتو. قررت نعيش حياتي ونعيش الواقع، وزيت دركا راح نولي مرت راجل. لبست انا وماكييت ودرت شعري طلقته، المره هذه لميت النص برك، ومن تحت درت اندولي. كي وصل الوقت سمعت الطوموبيلات يصونيو، بديت نخاف انا وتخلعت زعما كوني يسمع ايهم. اوه قلت ما نزيدش نخمم فيه، خلاص لازم ننساه. قبل ما نكملكم الحكاية حبيت نقولكم أنه أيهم تلاقيته قبل خطبتي أنا بسمانة، بسمانة هذيك خاطر ما حبسش الخدمة. قلت الوالد نكمل شهر اللي خدمته نسلكه ونحبس. المهم تلاقيته جا قال لي نصيبة لاباسة؟ قلت له أنعم خير، على واه تحوس؟ قال لي واش بك دقيقة نحكي معاك برك. قلت له ما تحشمش انت متزوج وراك دير هكذا؟ قال لي مانيش متزوج ومانيش دايرها في الحساب، تزوجت ويا ريت ما تزوجت. نصيبة اسمحي لي الغلطة ولا غي غلطة درتها وندمت عليها. قلت له سنين وانت مجرجرني وراك، ومن بعد تقول لي تروح ليماك تحاولها باش تخطبها لك، والكذب والخداع والخطبة اللي سمعتها من عند الناس، ومن بعد تقول لي هكا وهكا. قال لي نصيبة على وجه ربي غير قولي لي شكون قال لك على الخطبة؟ قلت له وعلاه راك حاب تعرف شكون؟ قال لي بنت عمك ياك. قلت له اسمع شوف مليح، هنا عندي بنت عمي صاحبتي ما عنده ما دخلك انت شكون قال لي. المهم سمعت وربي اللي فضحك. قال لي والله غي نصيبة تزوجتها مجبور، غلطة انا كي قال لي هكذا فشلت. قلت وقيلا كش ما دار البنت الناس؟ قلت له كش ما غلطت معاها ولا؟ قال لي لا لا والله والو، بصح دركا ما نقدرش نقول لك حقا شكون اللي شفتهم جاو عندكم من الدار. قلت له وانت وين على بالك راك تعس فيا ولا؟ قال لي تحبي الصحة، هاي كل ما نجي لدارنا نشوف يما نجي لوين تخدمي وما نروحش حتى نشوفك. امنيني ما زلت نحبك نوصى، ولا غير ربي ونحبك نموت عليك، بصح الغلطة اللي درتها ما نقدرش نقول لك. وما تخميش ما غلطتش معاها الغلطة هذيك اللي راها في راسك، الغلطة ما هي فيا ما لا فيها. قلت له واسمع شوف ما تزيدش تلحق بيا وما تزيدش تبعني على خاطر راني مخطوبه دركا. حل عينيه وعيط كيفاه مخطوبه؟ قلت له هاه مخطوبه، الناس اللي سقسيتني عليهم جاو خطبوني. ونزيدك حاجه شباب وجدارمي وبدارو بطوموبيلته وعنده كلمته هي نتيجته. قال لي نصيبه شوفي على بالي راكي مجروحه وبزاف ثاني، بصح امنيني والله غنحبك. انوسه ما تعذبينيش هكا، وانا اللي تعذبت 6 شهور وحضرت عرسك مصيبه، تعرف وش معناتها عرسك؟ شوف ما نكثرش الهضرانه اكثر من هكا، ديجا راني قيمتك بزاف بزاف كي عطيتك 5 دقائق من وقتي. انت نورمال مو شوفه وخساره فيك، وماذا بيا تكون صح تحبني باش تتكوى. وانفيتاسيو تاعك تلحقك للباب ورحت وخليته مصدوم هكذا، بصح فرغت قلبي الحمد لله يا ربي كون زدت شوية كنا وصلت الدبزة ثم سيرتو كي تفكرت عرسو، ولا غير النار تشعل. نسيت انا كلش غير كي خطب وما قاليش، وكي دخل حكم لها يدها ويضحك نورمال. الله لا تربحو. نرجعو للخطبة، سمعت الطوموبيلات انا دخلوا شوية وجات امو هي اللي خرجتني، رحت للصالون شطحت انا معاهم.
شويه جات خال الوالد دار لي الخاتم، تفهمت مع ساره قبل انها تحط لي اغنيه ما بعرف، وتعلمت الرقصه الاسطوريه هذيك ودركا تفهموا علاه. كي خلصنا البيس مونتي ووكلني والدي ووكلته، قلت لسارة تصور كل لقطة. المهم قعد هو حدايا، وليت تهمست وانا قلت له والد، قال لي العام، قلت له شوف ان نطلبك في حاجة وان شاء الله يا ربي ما تردنيش. قال لي روحي اطلبي. قلت له شوف درك نحط واحد الاغنية نطلشطحها معايا. قال لي منيتك نصيبة. قلت له ولا غير صح، هيا برك خطبتنا هذه وهذه فرحتنا طول عمرنا، علاش منزهوش فيها؟ وش بيك هكا؟ قال لي يا بنتي حابة تنوضي تشطحي بردي قلبك، بصح انا خلي الاقل للعرس. قال لي انتي فتحت عليك منا بديتي بدلالك منا، خلي شويه وناض هكا. يضحك، انا زعفت منه صح، حسيته ونشاني كي شاف حوالي هكا تقلبوا. قال لي صاي صاي من دوكا وليتي تزعفي وتقلبي في قورتك عليا، خلاص خليني دوكا شويه ونوض. قلت له وليد خلاص ما نحتاج منك والو. قال لي ولا غير صح زفتي على الشطحة هكا؟ هيا ناض يضحك هكا. قال لي ولا غير صح يا نسيبة، جدارمي قد الحيط نوض نشطح هكاك. المهم شيت ولا ناض بدا يشطح معايا. قلت له واش فيها كي تشطح مع خطيبتك هكا ونكونوا فرحانين انا وياك؟ والله المشكل. قال لي فرحان بصح تبهتيله، ولا غي مره ما شطحت هكذا ومعول انت تشطحيني على قبع عمري. قلت له نوض برك وعيطت للسلوى، قلت لها حطيها وبديت نشطح انا وياه. جبناها روعه روعه، سيغتو انا الليل كامل وانا مخرجه عينيا في المغنيه هذيك تاعها كيفاش تشطحها، حتى علمت عليها اي فات مليحه روعه روعه. كي عادوا مروحين عيطت لي اختو عطات لي تليفون، قالت لي بعثوا لك وليد، حكمتو وراحوا، لمينا الدنيا هذيك وسيقنا، حكمت بلاصينا وبديت نخمم فيه. الله يبارك كوغوزين، واهم حاجه كلمتو راجل الله يبارك. يظهر لي بديت نطيح على راسي، سورتو اليوم كي ما هنش عليه زعافي كبر في عيني، بصح قلبي خليه لسه مازال حال عليه باش نجبدو. ودك هو من المره اللي فاتت بزاف عليه، خلي المره هذه نشوف الساعه الحاله كيفاش تاع الصح. بصح ايهم علاه يقول لي غلطه، واش من غلطه هذه اللي تبدلو عليا وبين ليلة ونهار ويخليني ويروح. لقيت تليفوني في بري بصح ماشي تاعي، حسبته تاع سلوى. من بعد فكرت سلوى المكلوبة من نهار تخدمت وتليفون ما يخطيهاش، تخاف سفيان يعيط وما تهزش عليه. نط لقيتو تليفون اللي بعثوا لي والد، لقيتو مسجل اسمه والد. هزيت الو، قال لي الو نصيبة صافا؟ قلت له صافا الحمد لله وانتايا؟ قال لي الحمد لله. وكي شفتك زدت وليت هايل هايل كاع، انا حشمت هكا ما لقيت ما نقول له، سكت ديريكت. قال لي واش بيك حشمتي غير والفي برك؟ قلت له واش بيك دخلت طول في الموضوع؟ قال لي ايه واش دايره؟ قلت له ولا غي كنا نفرزو هذا ونقعد. قال لي تنهد هكا. من بعد قال لي حقا درتي رايك وشطحتيني؟ ضحكت انا قلت له انت ثاني وش بك اليوم يا اخي خطبتك اللي يشوف يقول جايبينك بالسيف عليك. قال لي صار هكا بصح ولا غير ملف ما نشريش كاع الوجه، يعني واحد ما نعطيه رايو، بصح انت ياك زعفتي ما هانش عليا. حكيت معاه شويه ومن بعد قال لي نصيبه غير غدوه ان شاء الله ما نخدمش، نجي نخرجك ندورو شويه واش رايك؟ قلت له بصح نسقسي خويا. قال لي يا بنتي راني هدرت معاه وزيد ياك راني راجلك، بقى غير العقد القانوني هذا ما كان. اوكي يا قلت له اوكي اليوم الخرجة معاه. لبست هو حط روحي مليح مليح، ضربت الحطة يعني ولدت كالبوبية، ودرت ساعة وبراسلي والخاتم تاع الخطبة وفحفحت روحي بالروايح. لقيت تليفوني صوني لي، لقيتها سارة. قلت لها أهلا؟ قلت لي أهلين. أسمعتي بتحشمش وجيتي اليوم للخدمة؟ قلت لها ولا غياك على بالك. قالت لي مهم ليش تا جيت تشري لي الغداء؟ هذا ما كان، لو كان مازلتي ما كيش رايحة. قلت لها اوكي دوكا نجيك. قالت لي ايا اوكي يعني نستنى فيك. قلت حقا انتي علاه ما تعيطيش لخطيبك يجيب لك الغداء؟ قالت لي سكتي برك وجه الشر هذا كان ما جاش يخدم راه جاب لي. قلت لها انا
هيا صحه يزيد يروح عليا الحال ولا عيط الوالد قلت له راني رايحه للبازار ندي حوايج لبنت عمي، قال لي ما لا نجي نهزك من تما. قلت له اوكي. وصلت للبازار خرجنا هكذا انا وياها، حد الباب هكذا للداخل ما نبانوش لبرا، جيت حد الباب برك نستنى في وليد حتى نلقى ايها متخلى لا سلام يا والو. جا قال لي نصيبه شكون اللي خطبوك البارح؟ قلت له ايه وش بيك صادم هكا، وشكون اللي قال لك خطبوني انا؟ قال لي مانيش مهبول نصيبه، اختك مخطوبه وبنت عمك مخطوبه، اكيد ما جاوش يخطبوا وحده منهم، وانت هي الطفله الوحيده اللي بقيتي ملا ثم في الدار. قولي لي شكون هذوك؟ قلت له هاك قلتها بفمك خطبوني، شاف معايا يدي هكا اللي فيها الخاتم جاي يحكمها جبتها انا. قلت له رد بالك تتحط يدك على يدي، فاهمه؟ شاف معايا حق ربي غير عينيه دايرين بهم الدموع. قال لي نصيبه ما ديريهاش بيا انت ثاني. قلت له ها وحسبتني نلعب معاك وقيله، ولا حابني نبقى ندب عليك حتى وكان جيت تستاهلها؟ ساره بقت غير تشوف معايا تشوكات كي شافت عيني حموره هكا، وانا خفت غير يجي والد وتخلط تخليطه نتاع الصح. صون التليفون شفت لقيته والد مت بالخلعه. شفت مع ساره قالت لي شكون؟ قلت لها والد. قالت لي اخا ما تقولي لي جا. قلت لها ايه والله ما على بالي درت الايهام، غير قلت له غير روح الله يسترك منا ما نزيدش دير لي مشاكل اكثر واكثر مع راجلي، روح يا عبد ربي روح وخليني في حالي يا اخي. تزوجت تخطيني يا سيدي. هزيت عليه قال لي يا نوسة اخرجي راني حد الباب والله نجي عندك. قلت له لا لا راني خارجه. قال لي اوكي مالا. هيا خرجت انا ديريكت لقيته حد الباب، طلعت قال لي نوسة وش بيك؟ قلت له والو. علاه؟ قال لي يبان لي وجهك مبدل خلاص. قلت له لا لا عادي. قال لي يا صحة وين تحبي نروحو؟ قلت له كيما تحب ياك. قلت له نخرجك هيا نشوفوك انت وين تديني. ضحك هكا قال لي اوكي. بقينا نحكي وندورو حتى قلت له والد انت كيفاه قبلت تخطب لك يماك؟ قال لي وشكون يخطب لي مالا؟ قلت له لا لا قصدي علاه ما خيرتش مرتك وحدك؟ قال لي والله مالا شكون اللي خيرك انتيا؟ قلت له يماك هي اللي شافتني في العقول. قال لي ويما شكون هدر لها عليك في رايك؟ قلت له ما فهمتش. قال لي انا شفتك من قبل مع اختك عجبتيني من تما وانا حاطك في بالي في العقود، زدت شفتك حكيت مع يما قلت لها عليك وهي جات جابت لي المعلومات عليك كامل. قلت له ايه على بالك هنيتني هنيك ربي. قال لي علاه؟ قلت له كنت حاسبه يمك اللي خطبتني، قلت كيفاش نعيش مع واحد ما خطبنيش هو وبالك يما حبت تزوجوه برك. قال لي ما لا اتهني انا اللي خطبتك ماشي يما، وانا اللي حبيتك تاني شفت معاه. قال لي ايه حبيتك وش بيك هذا تشوكيتي هكا والله ما على بالكش؟ قلت له ايه وانا من على بالي هذا؟ قال لي باينه مادامني بطولي وعرضي نص نشطح معاك وما هانش عليا نخليك زعفانه نورمال مو تفهميها يا عمري. من هنا علاقتي بوالد تقويت اكثر واكثر، وليت نشوف فيه على اساس سند ليا، حتى هو كان نعم الرجل يهتم بيا يسقسي عليا جامي جرحني بكلمه ولا خلاني زعفانه منه، وحتى كي يكون خدامه ونعيط له يهز عليا ليش تا يقول لي زوج كلمات نصح حبيبي راني خدام غير نكمل نعيط لك ويكوبي عليا. ايهم بعد المحاولات باش يرجع لي ليه ويرجع كلش كيما كان ما قبلتش خلاص، مستحيل نضيع على روحي فرحتي مع والد. هو دركا مرتو راهي بالحمل وما يقري شحال من مره يطلب نبطل ويعودني طلقها ما نقبلش. اكيد مانيش حان امنو على بالي به ما فيهش لامان كيما خدعني من الاول يخدعني دركا، اصلا انا وليت نحب والد وبديت نتعلق فيه اكثر واكثر. وهذه هي حكايتي البنات، نصيحتي لكم كامل البنات، قلبك تخليه اللي يجي يطلبك من الباب، ومهما كان الحب تأكدي أنه مادام ما جابش يماها وجاره غير يلعب بيك. وهذه هي حكايتي إن شاء الله تعجبكم، وإذا كان أي جديد ولا راني نحطولكم البنات ويكون جزء ثالث.